هل آن الأوان أن تتخلص مدينة تمارا من بقايا دور الصفيح المسيئة لجمالية هذه المدينة الصاعدة والتي لا تليق بكرامة سكانها وحقهم في سكن لائق؟ هذا ما تبشر به المصادقة على مشروع اتفاقية شراكة بقيمة إجمالية تقدر ب 430 مليار سنتيم تم الإعلان بموجبها تمارا مدينة بدون صفيح وبهذا تساهم جماعة تمارا إلى جانب شركائها المؤسساتيين في دعم البرامج المتعلقة بإعادة إسكان قاطني دور الصفيح بموجب هذه الاتفاقية، حيث من المنتظر إعادة إسكان 21,300 أسرة خلال الأربع سنوات المقبلة ما بين 2021 و 2024، ستستفيد جماعة مار منها ب 15,000 سكن. الاتفاقية تضم مساهمة وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والسكنة وسياسة المدينة وولاية الجهة وعمالة صخيرات وشركه العمران وجماعه ماره الاتفاقيه خطوه كبيره وطموحه لتخليص تمارا من الانعكاسات الاجتماعيه والتنمويه المترتبه عن هذا النوع من السكن فحق للساكنه الاستبشار بهذا المشروع وهم اهل لهذه البشاره واحق بها